ولنقاش هذا الملف والتعليق على ردود الفعل الشعبية على تخزين السلاح والذخائر في المدن العراقية بالتزامن مع كارثة تفجير مرفأ بيروت، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. أهلا بكم سيادة العقيد. حياكم الله، مساء الخير لكم ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بك. أطلق ناشطون وسمى إبعاد العتاد عن المدن، وتضامن المتظاهرون في ساحة تحرير مع ما حصل في بيروت مطالبين بإخلاء المدن من مخازن السلاح. كيف تفسر هذه المخاوف من تجسيد سيناريو بيروت في العراق؟ نعم، بداية دعيني أقول بأنه النظام السياسي العراقي الآن هو يسير على خطى النظام السياسي الحاكم في لبنان، فهناك نظام يسير على خطى حزب الله وعلى خطى الحوثي في اليمن، هناك دولة موازية للدولة العراقية التي تحكم الآن في العراق، وبالتالي جميع هذه التخوفات التي أطلقها الناشطون هي مشروعة ومبررة نتيجة الكم الكبير والهائل من الانفجارات التي حصلت في العراق خلال الأعوام الماضية. يعني إذا ما أردنا أن نتكلم فقط عن عام 2019، خلال 5 أسابيع 5 تفجيرات لمخازن عتاد، بدءا من آمرلي ثم بعد ذلك إلى ديالة إلى معسكر أشرف ثم إلى معسكر الصقر في جنوب بغداد ثم بعد ذلك إلى قاعدة بلد ووصولا إلى ما وصلنا إليه اليوم. يعني الشعب العراقي اكتوى بهذه النيران في السابق، وما جرى في لبنان جرى في العراق لمرات متعددة وكثيرة في الفترة السابقة. لذلك أنا أعتقد بأنه حق مشروع لجميع من طالب بإخراج أكداس العتاد والمخازن، لأن مكانها ليس في المدن وإنما في أماكن أخرى تكون أكثر أمنا وتحصينا من بقائها فيها، لأنه المبدأ الرئيسي الذي يقوم عليه النظام العام في العراق هو حماية المدنيين من 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 أي اعتداء خارجي. لكن سيادة العقيد، ما هي دوافع الميليشيات لتخزين مثل هذه الأسلحة داخل المدن ووسط الأحياء السكنية؟ نعم، هذه القضية ترتبط بقضيتين. أولا أن الحشد الشعبي يسلح من جهتين، الجهة الأولى هي الحكومة العراقية عن طريق وزارة الدفاع والداخلية، الأمر الثاني بأن هناك تسليح آخر يأتي من إيران وهو التسليح الأقوى، أعتدى وصواريخ تصل من إيران بشكل رسمي وبشكل غير رسمي عبر الحدود، وهناك كميات كبيرة من الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى مخزنة لدى هذه الميليشيات. يعني هادي العامري عندما استعرض في صلاح الدين قال بأن الحشد أصبح اليوم أقوى من الجيش، وأنا من هنا أقول يعني أنا أتحدى القائد العام للقوات المسلحة أن يعرف أعداد الميليشيات أو أن يعرف عدد مستودعات الأسلحة التابعة لهم أو مخازن العتاد والذخيرة. لذلك هم يخزنون يعني لعدة أسباب، أولا إخفاءها عن الرصد الجوي والاستخباري، ثانيا لتلافي الضربات الجوية المحتملة من قبل القوات الأمريكية، ثلاثة استخدام المدنيين للتحصن أو استخدامهم كدروع بشرية لعدم تدمير هذه، كما أن هذه المناطق توفر لهم عدم قطع مسافات طويلة خشية استهداف الصواريخ التي يمكن أن يستخدمونها لضرب مواقع معينة. إذن هي جميعها لمصالح فئوية وحزبية ضيقة ترتبط بهذه الميليشيات، لأنهم لا يثقون بالحكومة الحالية وهم يقيمون دولتهم بعيدا عن حكومة بغداد. كيف يمكن الحد من تخزين السلاح والذخائر داخل المدن وإخراج هذه الأسلحة الموجودة حاليا وفقا للقانون؟ لما اسمع السؤال رجاء اعيد مره ثانيه. كنت اسالك عن السبل القانونيه للتخلص من هذه الاسلحه الموجوده داخل المدن. اقول بانه مساله المخازن الاعتداء، يعني لو جئنا الى الخارطه العراقيه نرى بانها في الفتره السابقه هي موزعه بشكل ممتاز وامن ويخدم جميع مسارح العمليات العسكريه وبكافه الاتجاهات. وهناك مخازن ومداخر مؤمنة ومحصنة وفيها تحوطات أمان، وهناك أسلوب لخزن الأسلحة والاعتداء تتوفر فيه جميع الشروط الآمنة للخزن. أنا أقول بأنه القوانين، يعني أنا أعتقد جميع القوانين الموجودة لا تسمح لأي جهة كانت بأن تقوم بتخزين هذا السلاح داخل المدن. يعني حتى في جبهات القتال عندما تكون هناك مخازن للاعتداء تكون بعيدة جدا عن الجنود وبعيدة جدا عن المقرات،
حتى اذا ما حصل فيها تفجير لا يكون هناك اذى على هذه القطاعات. وبالتالي انا اعتقد بانه هذه الاكداس هي فيها سوء للتخزين نتيجه ارتفاع درجات الحراره، هناك اسباب فنيه تتعلق بالتماسي الكهربائي، هناك ارتفاع كبير جدا خاصه في الاشهر، هناك قله خبره وعشوائيه في اختيار الاماكن والتخزين، لذلك نرى بان مثل هذه التفجيرات هي كثيره جدا وخاصه لدى ميليشيات الحشد الشعبي التابعه لايران. هيئة المنافذ الحدودية تقول إنها شكلت لجنة لجرد الحاويات عالية الخطورة والمتكدسة في هذه المعابر، ما مدى إمكانية وجود مواد خطرة في حاويات المنافذ الحدودية في ظل سيطرة الميليشيات عليها؟ نعم، لأن هذا الإجراء الحكومي هو إجراء روتيني أكثر مما هو واقعي، يعني لأنه تكديسها في الموانئ هو غير صحيح لا من الناحية الاستخباراتية ولا من الناحية العملية. وحتى لو وجدوا هذه الحاويات في المنافذ فأنا أعتقد بأن المشكلة الحقيقية بمن يستطيع أن يوقف هذه الحاويات للمحاسبة، لأن جميع الميليشيات التي تعمل أو الجميع الآن يتذكر الحادثة التي جرت مع الرائد الشجاع المالكي عندما ألقى القبض على معمم يقوم بتهريب الزئبق وتجارة المخدرات، وقاموا بسجن هذا الضابط وبإخراجه أيضا. يعني لذلك أنا أعتقد أنه لا إجراءات مهما كانت، يعني ولو تم إلقاء القبض لن تكون هناك إجراءات حكومية، لأن من يحكم هذه المنافذ هي الميليشيات التي تسيطر عليها. شكرا جزيلا لكم الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.